السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم مع بعض النهاردة عن أهم النصائح للأم الحامل مع الصيام. قرار الصيام هو قرار الطبيب المعالج بحكم أنه هو اللي متابع الحالة، ولكن هنقول بعض النصائح المهمة. أول حاجة، محتاجين نقيس الضغط ونتابع مستوى سكر الدم على مدار الأيام بتاعة الصيام. رقم 2، محتاجين من الفطار للسحور 4 وجبات، فطار و2 سناكس وبعد كده السحور. السناكس دي بتكون ما بين ثمرة صغيرة أو مجموعة من المكسرات مثلا، أو وجبة تكون خفيفة. بالنسبة للمكملات الغذائية اللي بنستخدمها في الحمل، الحديد أنسب معاد ليه يكون مع السناكس الأولانية، وبالنسبة للمالتي فيتامينز مع السناكس التانية، وبالنسبة للكالسيوم أنسب معاد ليه إن يكون مع وجبة السحور. معلومة كمان، ضروري جدا الابتعاد عن درجات الحرارة العالية أو التعرض المباشر للشمس عشان ما يسببش الإجهاد وضعف الدورة الدموية. دمتم بكل صحة.